السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقولكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وهي المنتخب الوطني الجزائري، وين أسماء خاصة يعني وين اقتراب موعد مباريات التأهيلية لكأس افريقيا 2023 بالكوت ديفوار، وين غادي نلعبوا اول مباراه يوم 4 جوان و يوم 5 يوم 8 4 و 8 الشهر الجاي، وين تترقب الجماهير الجزائريه لتعرف يعني لتعرف على للتعرف على الثوره التي سيحدثها المدرب على التشكيلة الوطنية بداية من موعد القادم من تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في شهر جوان. وكان المدرب قد صرح سابقا بأنه يعتزم إجراء تغييرات كبيرة على تعدده بعدما قام بتقييم أداء بعض اللاعبين خلال كأس أمم إفريقيا بالكاميرون في شهر جانفي الماضي، وكذا في مباراة الفاصلة أمام منتخب الأسود الغير المروضة الكاميرونية والذي لم يكونوا في المستوى، وعلما أن الخوض قدموا مشاركة مخيبة في الكان وأخفقوا في التأهل إلى مونديال قطر. حنا ما نقولوش غير اللعابة، نقولوش غير اللعابة، حتى المدرب. ومن أسماء المهددة بالغياب عن موعدين القادمين للخوض في شهر جوان المقبل برسم جولتين من تصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة خلال الصائفة القائدة 2023 بالكوت ديفوار. يعني دروك أنا يجي يقول لك بلي أسماء صايب عندنا أسماء، أنا كي تجي تقول لي بلي بن عمري، على بالي بن عمري ما بن عمري راه من 15 مارس لعب زوج مباريات، لعب كونتر الكاميرون ألير وتونسي من 15 مارس، 15 مارس هو حبس، جات 25 مارس لعبنا، 29 مارس لعبنا، ومن بعد ما كان والو. هذه باش يكون على بالكم، ما وين نقولوا اسماء ثقيله، ما ثقيله ما والو، ما كاش ما شوف ايكي لاعبين ولا مدرب يعني تخفق في امام سيراليون امام غينيا في جروب كيما يقولك اضعف مجموعه في كاس افريقيا نخرجوا منها نبلعوا الباب، احنا اللي بلعنا الباب وجينا خارجين، ما كاش لاعب ثقيل كاع كيف كيف هذه متالي كاع كيف ما كاش واحد ثقيل، ما خاطش عليه ايكيب كامله فشلت، كل مدرب كل لاعبين كاع فشلوا. كي تتإليمينا هنا في بلادك مباركه شتي لا ولا تاك مهبول ولا تاك مهبول ولا لا، خسرنا هنا سي محمد، حنا لهنا ومازالت الناس تبيع لكم في الاوهام، مازالوا الناس يبيعوا لكم في الاوهام، مازالكم يقول لكم ملف ثقيل، ومازال منا ومازال منا، وخريه ثقيله وملف ثقيل وبزاف صوالح، مازال الناس يبيعوا لكم في الاوهام، ومازال تاكلوا لاكريم حتى تشبعوا، من بعد يعطوكم تلحسوا الكورني، من بعد يخرجوا لكم الكورنيات، ها لي يقول لكم كلوا الكورني، هذه هي. ما انتوما ما انتوما ما مازال مازال ما صابوا 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 كيما قال لهم هذاك موريان، هذاك تاع موكل هذاك الصحابي هذاك الفرنسي هذاك، وين قال لهم كانوا يشوفوا في الشعب الجزائري بانه غبي، كيما قالها لكم كيما هكا لازم تفيقوا مع رواحكم، لازم واحد يقول لكم كتب له قول له روح شوف واحد روح شوف حمار يدمروا فيك، روح قود يتقود على الزبيه نهناوي، بنادم تباحرت له باحرت له في فليته كسره تجي تقود عليا انا، ما صبح انت تبع لي الكلب انت تجي تقول لي بلي تجي تقول لي بلي بارتي ندوها دي زبي، هاي راهي محطوطه، هاي محطوطه، هاي محطوطه، اه بارتي هاي في الدوره فماك طيقت. نعاودو نولو نتكلمو وين هناك قلب دفاع المنتخب الوطني جمال بالعمري، هذا الأخير قد يكون من اللاعبين البارزين الذين سيحتفلون يعني سيتخلفون عن مباراة أوغندا يوم 4 جوان في افتتاح مشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس إفريقيا، ويوم 8 جوان عند التنقل إلى دار السلام لمواجهة المنتخب تنزانيا.
وهذا بالنظر لوضعيته الحالية حيث هو يعاني من نقص المنافسة بعد فسخ عقده مع ناديه القطري يوم 17 أبريل الماضي، الأمر الذي قد يتيح ربما الفرصة أمام التحاق مدافع الترجي التونسي محمد طوغاي لتسجيل حضوره في هاتين المباريتين كبديل له. ما غاديش يلعب طوغاي، أنا منظر نقول لكم غادي فرلاكس نقول لكم شكون غادي يلعب، أنا منظر نعطيكم شكون غادي يلعبوا. يعني بالك زدادكا ما يلعبش، بالك يلعب بن عيادة مالدي طوبا بن سبعيني، غادي في الدفاع غادي يسيي واحد برك وهو طوبا اللي كشف اللعبة. وفي نفس السياق وين يعاني هداف المنتخب الوطني إسلام سليماني وبغداد منجاح من نفس الوضعية تقريبا، وقد يؤثر ذلك على تواجدهما في القائمة لشهر جوان. فالأول سليماني يعيش خلافات كبيرة مع مدربه في النادي سبورتينغ لشبونة أدت إلى إبعاده عن المباراة الفريق منذ فترة، وأكثر من ذلك وإن قدم المدرب روبن مؤشرات قوية عن تخليه عن سوبر سليماني الذي يضطر للبحث عن نادي جديد في هذه الصائفة. ونفس الشيء بالنسبة لمواطني بغداد بنجاح الذي ساءت علاقته بينه وبين المدرب الإسباني ما أثر على إمكانيته في نادي السد القطري وأدى لغيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه في رابطة أبطال آسيا، والمعلوم أن هذا الأخير لم يكن معني بمباراتين الدور الفاصل المؤهلتين إلى كأس العالم بقطر أمام الكاميرون بعد قرار المدرب الوطني بإبعاده لتراجع مستواه الفني وضغط شعبي. إن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها هذا الثنائي المهم في تشكيلة المدرب سيضطر ربما للتخلي عنهما مؤقتا لغاية تسوية وضعيتهم، وهو ما يرجح إمكانية غيابهم عن مباراة أوغندا وتنزانيا، ما يفتح الباب أيضا أمام استدعاء مهاجمين آخرين لأخذ فرصتهم من أجل إقناع المدرب باعتماد عليهم في المرحلة المقبلة. أو لازم 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 مدرب يريسكي، لازم يدير اللمسه تاعو، لازم يخلي اللمسه تاعو، مدرب يخلي اللمسه تاعو. احنا يا رانا اللعابه اللي نعرفوهم من 2010 لليوم غير هما لازم نهضروا، لازم المدرب لازم يحط ضروك، المدرب لازم يتكل على افكاره، لازم يتكل على اللمسه تاعو، لازم يعطي ثقة، لازم يوضع ثقة في روحه وفي اللاعبين، يجب عليه. ايش غير هكا ما تجيش هكا، تي لازم تكون شجاع في الاخر في التكوين، في الخطط، في يعني اخذ الكلمة، يعني كلمة كي تخرج كرصاصة قالوا خرجت صعيلا نقعدوا هاو وزن ثقيل، هاو وزن كاش وزن ثقيل ما كاش، بنادم اللي بنادم ميكاني فيليكس تاعي تخسر في ثواني، انا مازال غايدتني، انا بارتيا مازال غايدتني، مازال في راسي، مازال في الماكله يبان لي البنت اللي تمركا في الماكله، نتفكر هكا نفكر بلي بنت مركانا يعني بسجاده ما كاش مي تتفكرها ما كاش، امام منتخب كان ضعيف كان في المتناول، منتخب الكاميروني كان في المتناول باش نضربوهم بثلاثة ولا كاش، لازم على الأقل سبعة تاع اللاعبين. ألعب خويا، عندك غارديا صاحب بولحي، عندك في الفلاكس، عندك لا ديفونس تنجم تزيد لها، يعني غير طوبة ميليو تيرا، عندك بن ناصر زيد له لاعب لي يلعب. زروقي ماهوش تاع لافريك مسكين، الله زروقي الله غالب غبنتوه، زروقي واحد لاكسيون جوار تاع بوركينا، جوار تاع نهار تاع غينيا استوائية، داخل فيه طاكي فيه وخابطو بصبعة في الوجه، خالعة بصبعة شقلة، طاكي فيه وضربو بصبعة الوجه، ما تغبروش الغاشية، بن طالب يا ريخلا الميليو تيرا اللي يقولوا بن طالب مع بن ناصر، راكم غلطة يسارية. أنا اللي بغيت بن طالب يلعب أمام الكاميرون، ما تقولوا الناس عامل ناسق وعامل منا، شوف لعاب راه كي الماشينة، لعاب أعطيه الشيمة دخلوا يلعب يقدم لك،
قضيه.